تقدر تبلش. يلا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا عن الهوميوستاسيس وعلى الثرومبوسيس، يعني عن التخثر شلون راح يصير من يصير عندنا جرح، شلون راح تصير ردة فعل الجسم حتى يوقف هذا الجرح النزيف. يعني طبعا محاضرة كلش 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 مهمة. أنا محاضرة عبارة عن هنا نفس اللكتشر وانا لكتشر تو طابقين هالسوا بنفس اللكتشر حوالي 50 سلايد، بس كلش مهمة لأن هواي أشياء راح تعتمدون عليها بالأدوية الأمراض، هواي أشياء كلش يعني. فحاولوا ايش قد ما تقرون لا تكتفون بس المحاضرة. المحاضرة إن شاء الله بسيطة ما بيها شيء، بس تحفظون يعني كم خطوة. وبالنسبة لباقي التفاصيل أنا أنصحكم يعني لازم، لأن هاي المحاضرة كلش مهمة والمعلومات فيها أول وتالي وراكم. تبحثون مصادر يوتيوب، شوف شنو المصدر اللي أنتم تعتمدون عليه. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ماخذين انتم الارتري والفين والفرق بيناتهم، انه يكون الارتري القطر ماله يكون اضيق والفين يكون القطر ماله اوسع، هاي تعرفون هالاشياء. طيب هسه نجي الموضوع، يقول the health of cells and tissue depend on the intact or non-intact circulation to deliver oxygen and remove waste on the normal fluid homeostasis. اكيد يقول عمل الجسم كله راح يعتمد كله عليها، من على هذا هاي السيركيليشن اللي تصير بالجسم، اللي هو راح تنقل الغذاء والاكسجين بالدم للاجزاء الجسم المختلفه. نورمال فلويد هوميستاسيس مين مينتينينج بلود از ا ليكويد انتل كلوت فورميشن از مانداتوري. يعني شنو فلويد هوميستاسيس؟ معناها انه الدم ما دام هو بعده بجسمنا وجاي يمشي بالشرايين والاورده، فالجسم يحافظ عليه انه يكون بهيئه ليكويد سائل، بينما من يصير جرح وراح يصير عندي نزيف، فهنا أنا راح تبدأ عملية التخثر اللي تصير اللي هي الثرومبوسز. هاي طبعا أقول لكم شنو الفرق، إذا شلون تعرف إذا واحد جاك من جروح وجاي ينزف، شلون تعرف إنه هذا النزف هل هو يجوز مثلا نزف قوي ومقطوع شريان عندي أو مجروح شريان ووريد أو جرح عادي. الجرح العادي هذا اللي هو على اليمين كلش، أي جرح سطحي يعني ما بيه مشكلة، بس هذا اللي بالنص واللي على اليسار، هاي مثلا واحد يضرب سكينة لا سمح الله، تشوفون انه الارتريز من الدم مالها من يطلع اول شيء يكون لونه باهت ويكون ينزف بسرعة ما تلحقون عليه، يعني بس تحط الشاش توخر الدم، بس توخر رجع نزف بسرعة. هذا يدل على انه الدم جاي يطلع من الشريان الارتري، وبنفس الوقت يكون لونه فاتح احمر فاتح. ليش؟ لان يكون مؤكسج، بينما اللي بالفين لا يكون بطيء ويكون لونه غامق. ماشي. طيب هسه نجي للهوميستاسيس. يقول هوميستاسيس refers more widely to the process whereby blood coagulation is initiated. طبعا شوفوا كلمة coagulation هو نفسه يعني يقصد التخثر. is initiated and terminated in a tightly regulated fashion together with the removal or fibrinolysis of the clot are part of vascular remodeling. طبعا هنا هاي ركزوا لي شوي على الفايبرينوليسيس. الخثره راح تمر بمراحل كلش هواي على ما تتكون، وبعد ما تتكون وخلصت منها ومسد الجرح ورا يومين بعد هاي الخثره، بعد ما اريدها مثلا ورا يومين ثلاثه على ما يصيرون تيلنج ويشوف الجرح تماما، فيبدا عمليه يسميها فايبرينوليسيس، يعني يحلل الخثره يفلشها. ماشي. فيقول هي عبارة عن سيستم العمليات اللي تعديلات تكون خطرة وبعدين نفلشها ورا ما يعني نخلص منها. Global process by which vascular integrity and potency are maintained over the whole organism for its lifetime. معناه يقول هاي العملية من دام الإنسان يعني عايش، هاي العملية مستمرة، إنه الدم يكون بشكل سائل داخل جسمه، ومن يصير نزف راح يصير تخثر إلا بحالات معينة، مثلا واحد عنده هيموفيليا اللي هو نسبة الدم الوراثي، فأنا راح يكون عنده صعوبة بتخثر الدم. هسه أنا هاي الحكي كله بعدنا جاي نحكي عن نورمال. ليش كسا أقول لكم نورمال نورمال نورمال؟ يعني واحد ما مريض ما بيش ما عنده مرض وراثي. نورمال هوميوستاسيس comprises a series of regulated processes that maintain blood as a fluid in a fluid clot free state in normal vessel while rapidly forming a localized homeostatic plug هذا سايتو فاسكولار انجري. يقول الهوميستيسيس يعني التوازن، هوميستيسيس يعني شنو الشغله بالضبط؟ انه قلنا الدم ما دام داخل الاوعيه يخليه بشكل سائل، وما دام يصير جرح ويطلع من الاوعيه لا هنا يبدي يسوي كلوت.
طبعا البلوج او الكلوت هاي جوا اخر شيء كاتبين هوميستاتيك بلوج، بلوج او يسميه كلوت نفس الفكره. اشوف هسه هذا المجروح ايده وجاي يشدون هلي، هذا عنده نزف وهذا نزف راح يتخثر. صوتي واضح مو؟ يسمعوني وياي؟ طلاب الو الو، ما اشوف الشات، لا الشات شوف المايك بس، قولوا اذا يسمعون لا لا. ايه محمد نسمع. ماشي ماشي. زهراء مو؟ اي زهراء نعم صباح؟ اي نعم تمام. فاطمة اجت؟ لو بعد؟ اي ما موجودة. عندك؟ ها اوكي. هوميوستاسيس. The homeostatic mechanism have several important functions. خلينا نشوف شنو الأهمية مالتها. أول شيء to maintain load in a fluid state while it remains circulating with the vascular system. يعني يكون بشكل سائل ما دام هو موجود لا وعي. اثنين arrest bleeding at the site of injury or blood loss by forming homeostatic block. هاي اللي حكيناها، قلنا انه من يصير نزف اكيد راح يكون لي خطر حتى يوقف النزف. ثلاثة تو ليميت، شوي ركزوا على ثلاثة، تو ليميت ذيس بروسس. يعني شو ليميت ذيس بروسس؟ تو ذا vicinity of the damage and to ensure the eventual removal of the plug while the healing is completed. يعني هو مو شغله مجرد انه صار عندي نزف كون خثره في مال، لا لا، يكون من كون خثره يكون تعرف يمتى تتوقف تكون الخثره. يعني هي مو تظل تخثر 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 تخثر، لا، يكون نبيه عمليات معينه انه تخلي الخثره على قد الجرح بس، ما تخليه يروح زايد ويسوي انسداد بالشريان مثلا. ماشي؟ هاي اللي يقصد بيه ليمت ذيس بروسس، انه يحدد لنا مكان انه يصير فيه هذا التكوين مال الخضره بلوك فورميشن. وبنفس الوقت يقول ريموفال اوف ذا بلوك whilst the healing is completed، يعني يقول انه هاي الخضره خلصت منها بعد تتفلش تنشال ورا ما يصير healing، يعني يشفى الجرح تماما. هسه لحد الان احنا بعد ما طالعين بالتفاصيل، هاي ايش نظره عامه عن الموضوع، شوف لكم شنو يصير. وهاي there are at least five different components involved، يعني خلينا نشوف هسه الاجزاء اللي راح تشارك بهاي العمليه. اول شيء البلود فيزلز، اكيد البلود فيزلز، يعني هو شنو البلود فيزلز؟ هي البلود فيزلز هي اللي راح يصير بها انجري، وهي اللي راح تنقل منها المواد، وهي راح تجي بها كل شيء، يعني المواد المسؤوله عن التخثر. اثنين البلاتيلتس اللي هن بالعربي الصفيحات الدمويه، احنا عندنا كريات حمر الار بي سي والدبليو بي سي البيض، وعندنا البلاتيلتس اللي هن الصفيحات الدمويه اللي تشارك بعمليه التخثر. طيب هذين الاثنين، بعد شنو عندي؟ عندي عوامل يسمونها بلازما كواجوليشن فاكتور، وعندي انهبيتر، وعندي فايبرينوليتك سيستم. ميزوا بيناتهم، شلون تميزون؟ انا اقول لكم. الكواجوليشن فاكتورز ان هن العوامل اللي تسيطر على عمليه التخثر، تسويها او توقفها. والانهبيتر مالته يعني هو لو نفس الشيء، يعني لو تسوي عمليه تخثر لو تقولها كافي لا تصيرين. هاي الكواجوليشن فاكتورز تختلف عن الفايبرينوليتك سيستم. الفايبرينوليتك سيستم معناها نظام التحليل، نظام تحليل الخثره او نظام تهديم الخثره. معناها الاولى الكواجوليشن فاكتورز هي تؤدي الى تكوين الخثره، بناء عمليه بناء الخثره، بينما الفايبرينوليتك سيستم لا، عمليه تفليش تهدم الخثره. واضح؟ احنا راح نحكي بالبدايه الكوجوليشن فاكتورز ونشوف شلون تتكون، هنا بعدين نهايه المحاضره راح ناخذ الفايبرينوليتك سيستم اللي هو شلون تتفلش الخطره. يعني المحاضره راح تصير على جزئين. Efficiency or exaggeration of any one may lead to either thrombosis or hemorrhage. يعني شنو؟ يعني شنو؟ شوفوا انا قلت الكوجوليشن فاكتورز هي تؤدي الى بناء الخطره. اذا زادت عن الحد الطبيعي الكوجنيشن لاي سبب او اي مرض وراثي تؤدي ثرومبوسز. يعني شنو ثرومبوسز؟ يعني راح تتكون خثره وسعد تجلط، وهو اصلا ماكو جرح، تبدي شلون تظل تخثر تخثر بينما هو ماكو جرح، او اكو جرح بس تبدي تخثر زياده، معناها اي زياده بالكوجوليشن فاكتور راح تؤدي الى ثرومبوسز. زين فايبرينوليتك سيستم شنو؟ الفايبرينوليتك سيستم اتفقنا انه هو يفلش الخثره، فهذا بس يزيد يعني يصير خلل فيه، شنو راح يصير؟ راح يظل اي خثره تتكون يفلشها مباشره. فتشوفون من واحد يصير عنده نزف، النزف ما يوقف، ليش؟ لان الجرح مستمر جاي ينزف ينزف، لان كل ما يبدي يريد يكون خثره راح يجي هذا الفايبرينوليتك سيستم نظام التهديم وراح يجي يفلش هاي الخثره. واضح؟ واضح لحد الان؟ واضح محمد. طيب اندوثيليوم، خلينا نشوف شنو الاندوثيليوم.
الاندوثيليوم طبعا هو شنو الاندوثيليوم؟ من يقول شنو الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم هو البطانه مال شو اسمه؟ البطانه مال الاوعيه يسمونها اندوثيليوم اللي هي الخلايا الخرشوفيه. زين سنترال ريجوليت سنترال ريجوليتوريز اوف هوميستاسيس. احنا هسه شويه راح نبدي نحكي شويه، ركزوا يعني هنا. يقول the balance between the antithrombotic and prothrombotic activities of endothelium determine whether thrombus formation, progression or dissolution occur. أي شيء بالجسم، أي شيء بالجسم بيه شغلتين، عمليتين، عملية بناء وعملية هدم. أي شيء، أي وظيفة بالجسم بيه عملية بناء وهدم. كذلك بالنسبة لهذا الموضوع بيه عملية بناء وعملية هدم. هسه نجي بالبداية علما العوامل اللي هي هاي الكواجوليشن فاكتورز اللي سميناها. عندي قسم يسمونه انتي ثرومبوتيك، عوامل يسمونها انتي ثرومبوتيك معناها مضاده للتخثر، مثلا هذا اللي قلناه فابرينوتيك سيستم. وعندي عوامل يسمونها برو ثرومبوتيك معناها محفزه للتخثر. هاي اكيد لازم التوازن بيناتهم، يعني اذا صار واحد اكثر من واحد فراح يؤدي الى مشاكل. مثلا اذا زاد البرو ثرومبوتيك راح يكون خثره هواي، اذا الانتي ثرومبوتيك زاد لا ما راح يكون خثره، راح يظل يكون خثره قليل. وهكذا ات بيس لاين اندوثيليال سيلز اكسبت انتي ثرومبوتيك هوفر ذير ار كيبل اوف. شوفوا هنا عندنا طبعا احنا العوامل، انواع العوامل اللي هي مثلا الانتي ثرومبوتيك مضاده للخثره، مضاده للتخثر. هاي شنو شغلها؟ انتم خلوا بالكم عندي اثنين، انتي ثرومبوتيك مضاده للتخثر وعندي برو ثرومبوتيك اللي تسوي التخثر. فانا شنو عندي هنا؟ الانتي ثرومبوتيك مضاده للتخثر بها انواع، منها مضاده للصفيحات اللي يسمونها انتي بلاتلتس، منها مضاده للعوامل اللي يسمونها انتي كواجولنت، منها النظام مال التفليش اللي سميناه فايبرينوليتيك سيستم. ماشي؟ هسه من راح ناخذني شوي شوي راح تفتح مهم. However, there are capable after an injury or activation of exhibiting numerous procoagulate activities. يعني شنو؟ يعني انا مو قلنا انه هسه انا عندي انتي ثرومبوتيك وبرو ثرومبوتيك، اثنينهم مثلا خلينا نقول اثنينهم بنفس المقدار متساويات، يعني لا يؤدي الى تكوين خثره ولا يؤدي الى هدم الخثره. بس من يصير عندي جرح معناها انا شنو راح احتاج؟ راح احتاج تصير عمليه التخثر. فالانتي ثرومبوتيك اخفضها، انزل مستواها، واصعد منه البرو ثرومبوتيك. ليه جاي يسوي هيك؟ حتى اكون الخثره. بينما لا، اذا بالعكس اريد افلش الخثره راح اقلل البروثرومبوتيك اللي تؤدي الى البناء وازيد الانتي ثرومبوتيك. بالضبط شلون العمال؟ البروثرومبوتيك يبني والانتي ثرومبوتيك يفلش. انا شنو اريد؟ اكو جرح واريد بناء للخثره، افعل البروثرومبوتيك واخلي الانتي ثرومبوتيك. واذا بالعكس لا، اريد افلش الخثره افعل الانتي ثرومبوتيك واقلل البروثرومبوتيك. زين لحد الان احنا بعدنا قلنا هاي اشياء عامه جاي يسولف لكم اياها شنو يصير وليش شلون. هسه بعدنا احنا بادين بالخطوات اللي تصير بعمليه التخثر. انتي ثرومبوتيك بروبرتيز، هذا اذا تخاف راح تشوفونه صعب. هسه نهايه المحاضره راح ترجعوا له وتشوفونه بسيط، لان هسه جامع كل الحكي هنا. هسه عندي نوعين، اول هذا يذكركم الانتي ثرومبوتيك، وهنا ذاكركم البرو ثرومبوتيك. اوكي هسه طبعا احنا نحكي على طول المحاضره. الانتي ثرومبوتيك بيها قلنا عندنا انتي بلاتلت مضاده للصفائح، عندي انتي كواجولنت مضاده لعوامل التخثر، عندي فايبرينوليتيك سيستم او الفايبرينوليتيك بروبرتيز او يسمونه فايبرينوليتيك افكت اللي هو عباره عن هدم للخثره. هذين الثلاثه نجيهم بسرعه. انتي بلاتلت يقول ان انتاكت اندوثيليوم بريفنت بلاتلت اند بلازما كواجوليشن فاكتور from interacting with highly thrombotic. اخاف لا تدخون بي، لا تدخون بي هسه، خلينا نحكي وبعدين بصير عليكم سهل. هسه لان هو هسه شوي شوي يبدي يفصلهم بالسرعه، بس خلوا بالكم عندنا ثلاثه انتي بلاتيلتس وعندي انتي كواجولنت وعندي فايبرينوليتيك سيستم الفايبرينوليتيك افكت. هنا نفس الحاله هم عندي ثلاثه بس عكس هذين. هنا انا قلنا انتي بلاتيلت، هنا قلنا لا بلاتيلت افكت، يعني اريد بالعكس. هنا قلنا انتي كواجولنت مضاده للتخثر، هنا لا سميناها برو كواجولنت يعني تسوي لي تخثر. طيب هنا انا فايبرينوليتيك نظام الهدم، هنا انا انتي فايبرينوليتيك يعني مضاد لنظام الهدم حتى يصير عندي بناء. هذا شوي الحكي مهم بالبدايه مال البلاتيلت افكت.
اول شيء اول خطوه مع عمليه التخثر شنو راح يصير فيها؟ يقول اندوثيليال انجري، يعني صار عندي جرح في الاندوثيليوم. برينج ذا بلاتيليت كونتاكت وذ ذا سب اندوثيليال ماتريكس اللي يسمونها اي سي ان، اختصار مع السب اندوثيليال ماتريكس او سب اندوثيليال سيلولار ماتريكس يختصرونها. المهم هي هاي اي سي ام. شنو هاي الاي سي ام؟ بس خلوا بالكم هاي الاي سي ام هي عباره عن هذا الجدار مال الاوعيه الدمويه اللي راح يصير فيه هنا منطقه التخثر. طيب which include among its constituents von Willebrand factors. هسه راح نشوفه بالصوره عندكم هنا. شوفوا هنا von Willebrand factors. هاي شوفوا هذني شلون الريسبتورات الحمر يسمى مكتوب عليه في دبليو اف، هاي طبعا مكتوب في دبليو اف اللي يسمونها فون ويلبراند فاكتورز عوامل. هاي عوامل شنو؟ دائما المحاضره تروح على الرسم، شوفوا شنو شغلتها. هاي العوامل راح تجي تلزق وين؟ تلزق بمكان الجرح، يعني انا ساي هنا بالنص اعتبر اكو جرح. تجي هاي الفي دبليو اف اللي يسمونها فون ويلبراند فاكتور. شنو فون؟ هو اسم العالم، اسم العالم والبراند هو اكتشف هاي العملية. فأجي خلي هذني سماهن على اسمه. هذا تقريبا بالضبط شلون ريسبتورات قاعدة تجي تقعد. ليش من اللي يقعد عليها؟ يعني كراسي، شلون كراسي تقعد عليها؟ الصفيحات اللي هي البلاتيلت، يعني البون والبراند فاكتور عبارة عن قاعدة أو كرسي تقعد عليها الصفيحة. ماشي، ليش تقعد عليها؟ وين جاي تروح؟ جاي تقعد مكان الجرح حتى تسد الجرح. اوكي هذا يسمونه فون ويلبراند فاكتور. اكو واحد ما فاهم؟ اكو واحد عنده سؤال؟ شو سكت اليوم؟ فاطمة زهراء اكو شيء بس بالشات؟ بس تعيد هاي الفي دبليو، ما ادري شو حصل ايرور براسي. اوكي الفون ويلبراند فاكتور قلنا هي عبارة عن كراسي، هاي وعي كراسي هذين الحمر او الورديات الجو. هو جاي يقول، جاي يقول انا انه عندي الصفيحات. هاي الصفيحه هي شنو؟ هي الصفيحات، الصفيحه تقعد على الصفيحه، تقعد على الصفيحه تتراكم وتسوي الخثره. هي الخثره من تجي تبعولها متكونه من عده صفيحات، ماشي، صفيحه فوق صفيحه فوق صفيحه، راح شنو يكون لي؟ راح يكون لي خثره. ماشي زين، بس هاي الصفيحة مثل تتجمع وتريد تقعد على مكان الجرح ما تلقى مكان تقعد فيه، تقول اريد كرسي اقعد عليه. الفون والبراند فاكتور هو هذا الكرسي اللي راح يجي هنا يقعد بمنطقة سميناها اللي سب اندوثيليال ماتريكس، اختصرناها اي سي ام. هاي المنطقة مال الجدار راح يجي يقعد عليها هذا الكرسي اللي هو الفون والبراند فاكتور، وتجي هاي الصفيحة تقعد فوقها. واو شلون هنا قاعدة فوقه ولازق سوا. هاي خيوط السيرك هسه نحكي عليها شيء زين. هسه بالنسبة للبلاتيلت افكت، يعني تأثير الصفيحات، يعني الصفيحات راح تيجي تلزق شيء بصف شيء وتقعد على الكراسي اللي سميناها من بول وربراند فاكتور. طيب بروكو اجولنت واضح مو زهراء؟ معروف فاطمة؟ اي واضح، شكرا. احنا هسه راح نظل نعيد بيها شوي شوي. بروكو اجولنت افكت خشوف شنو بي هذا. يقول ان ريسبونس تو سايتوكاينز شنو راح يصير؟ انكلود اكسوتايزنج برودوس فاكتور. شوفوا هذا بس اريدكم تعرفون انه شنو بي اللي بروكو اجولنت افكت. خلي بالكم اي شيء بالجسم يتكون من عده عمليات، يعني عمليه ورا عمليه عمليه ورا عمليه، هو اكثر شيء طبعا اكثر اضافه الجسم هيك متكونه. يعني مثلا من نجي عمليه التخثر مو عمليه واحده راح تصير، لان احنا اتفقنا هي سلسله من العمليات تؤدي بالنتيجه الى تكوين الخثره، عمليه بعد عمليه بعد عمليه. فمن تصير عمليه شلون شنو الاشاره اللي بالجسم حتى تصير العمليه اللي بعدها، او شنو اللي نظم هذا الشيء؟ من يصير عندي طبعا هو سوى الموضوع اي موضوع اخر، عندي ماده يسمونها السايتوكاين. هاي السايتوكاين هي عبارة عن مادة من يصير اكو خلل او من يصير تحتاج عملية تخثر او اي شيء بالجسم موجود راح تفرز هاي المادة السيتوكاين. هاي المادة ما تسوي شيء بس عبارة عن محفز،
يعني محفز يصيح لبقية الخلايا تقول يابا تعالوا عندنا هنا شغل، تحفز شنو؟ تحفز الخلايا حتى تجي تسوي الشغل. فهذا السايتوكاين، اريدكم تعرفون شنو، لان هو راح يذكر عليكم يعني خلال دراستكم. طيب عندي الانتي فايبرينوليتيك افكت. طبعا هذا الموضوع يعني كلش كلش راح تستفادون منه، كل انتم يعني انتم راح تستفادون منه. هسه هاي المحاضره صحيح راح تشوفونها هو، بس شوي شوي حاولوا الموضوع بعدين ما ترجعوا له. مثلا السايتوكاين، شنو السايتوكاين؟ طبوا منها على اليوتيوب على مصدر على شيء، كتبوا سايتوكاين شنو؟ اخذوا عنه فكره. تجون مثلا للفايبرينوليتيك سيستم، شنو هي الفايبرينوليتيك سيستم؟ فيديو 3 دقائق 4 دقائق دقيقتين بس يفهمكم شنو الفايبرينوليتيك سيستم. يعني شوي شوي تجمع المعلومات تصير المحاضرة كلش سهلة. طيب ولا تنسون انتم هذا الموضوع ما جاي تقرون اليوم او يومين او قدام، هذا راح يظل معكم هسه من هنا لحد ما تموتون، مو لحد ما تخرجوا. انتم راح تخرجوا تصيرون اطباء، راح تظلون يعني تعتمدون على هذا الموضوع. فاول ثاني راح ترجعونه، ثاني شيء مو هسه، راح ترجعون على الامتحان وراح تمتحنون به هسه، وراح تمتحنون به بعد المرحلة الثالثة بامتحان الفيز 1، فلازم تضبطونه. طيب انتي فايبرينوليتيك افكت، endothelial cell also secrete inhibitor for plasminogen activator اللي هو البايز يسمونه. اخليها بالاخير لان هذا اخر مره راح ناخذ المحاضره، وراح نفتهم شنو يعني بلازمينوجين اكتيفيتر انهبيتر، يعني شنو هذا الحكي، هو شنو البلازمينوجين اكتيفيتر اصلا، هو شنو اللي حتى اكون انهبيتر له. خلينا ناخذه بعدين، هسه خلينا نكمل بدايه. هسه عفوا فايبرينوليتيك سيستم اللي هو نظام التفليش او التهديم، خلي هسه ناخذ البناء ثاني يصير. هسه خلينا نبدي. هسه هنا انا اقول لكم شوفوا هاي المحاضره حلوه خوش مرتبه، يعني حاكي لكم بالبدايه جزء بشكل عام، وانا بنعطيكم سمري ملخص. السمري مهم، يعني اذا انت اجيت قريت السمري وفهمت الحكي اللي فيه معناه انت هاي فاهم المحاضره وامورك زبد. endothelial cells and coagulation، هسه هذا ملخص للحكي اللي حكيناه. intact normal endothelial cells help to maintain blood flow by inhibiting the activation of platelets and coagulation factors. هاي عرفنا قلنا اكو عوامل مثبطه وعوامل محفزه، وهذين العوامل اكو توازن بيناتهن وحسب الحاجه، يعني اريد تخثر او ما اريد. endothelial cells stimulated تتحفز by injury or inflammatory cytokine. انتبهوا السيتوكاين، رجع عليكم اياه هنا، يقول لكم هاي العمليه كلها جت تتحفز بسبب وجود السيتوكاين. اوكي، upregulate expression of procoagulant factors that promote clotting and downregulate expression of anticoagulant factors. يعني هذا السيتوكاين شو يسوي؟ احنا قلنا اكو عوامل مثبطه واكو عوامل محفزه، فشو يسوي هذا؟ يحفز البروكواجولنت اللي هي يعني عوامل محفزه التاثر، يخليها تصعد يزيدها، ويقلل منه، يقلل الانتي كواجولنت اللي هي عوامل مثبطه. ليش يقللها؟ ما احتاجها هسه حاليا، انا عندي تخثر اريد بناء، فشكو عامل مسؤول عن الهدم اقلله واصعد العوامل المسؤوله عن البناء اللي هي سميناها برو كواجولنت فاكتورز. يقول loss of endothelial integrity exposes subendothelial von Willebrand factor، هاي الاختصارها في WF اللي هي von Willebrand factor and basement membrane collagen stimulating platelet addition activation and clot formation. هذا شنو هذني؟ هذه العمليات هسه راح نقراها بالسادات الجايه اللي هي الادهيشن والاكتيفيشن والكلوت فورميشن. هنا انا عندي هسه راح نبدي بالصفيحات البلايتلتس، نبدي نسولف عن العملية شلون تصير. بالبداية يقول البلايتلتس play a critical role in normal homeostasis by forming a homeostatic plug that seals vascular defect and by providing a surface that recruit and concentrate activated coagulation factors. يقول هنا الهاي البلايتلتس، البلايتلتس بالضبط شبهوا عملية بناء الخثرة بالطابوق. بالطابوق من تريد تبني حائط، من اريد ابني حائط انا احط طابوق واحط شنو بيناتهم؟ بس طابوق احط اسمنت، احط صف مال الطابوق انه باجي احط فوق اسمنت، انه بحط صف مال الطابوق. هذين الطابوقات هي هاي الصفيحات، يعني راح يصير مثل البناء من يصير اكو جرح، راح تتصفط الصفيحات 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 ويتصفط بين الاسمنت اللي هو شنو الاسمنت؟ الكولاجين. هسه راح نشوف شلون يصير الكولاجين والفايبرين.
نورمال بلاتلت كاونت، هاي اعدادها مهمه، هذا اكثر مره يجينا فراغ عليه او ام سي كيو او شورت انسر، ايش قد عددهن بالنورمال. افتر فاسكولار انجري بلاتلت انكاونتر الاي سي ام اللي هي الاكسترا سيلولار ماتريكس او السب اندوثيليال اكسترا سيلولار ماتريكس يسمونها. كولاجين is the most important and adhesive glycoprotein such as هسه انا جاي عيد نفس الحكي، يقول اول ما تبدي تتحفز هاي العمليه مال التخثر انه راح تجي هاي الكراسي اللي سميناها فون والبراند فاكتور وتقعد عليها البليتلتس اللي هي الصفائح، ويكون بين الصفائح اكو كولاجين. نرجع لهاي الصوره، شوفوا هاي الصوره، هاي الصوره قلنا هذين الحمر الكراسي هذين سميناها فون والبراند فاكتور اللي هي في دبليو اف، هذين الصفر اللي صار هيك متكون شيء فوق شيء، هاي منو؟ هاي الصفيحات، وهاي الخيوط الزرق اللي رابطتهن سوا، شلون الخيوط رابطتهن؟ هذا كولاجين. كولاجين موجود بكل اجزاء الجسم، وين ما تجي الكولاجين. الفايتن يربط. يقول this sets in motion a series of events that lead to. يقول هسه راح نحكي عن سلسلة من العمليات بالتفصيل تؤدي إلى ثلاث خطوات مهمة. أول شيء بليتلت أدهيجن، اللي ما أعرف شنو أدهيجن يعني التصاق، راح تلتصق بالمكان اللي اريده مكان الجرح. اثنين راح يصير بها اكتيفيشن تتفعل، وثلاث ورا ما تتفعل تصيح جماعتها يتجمعون يصيرون يسمونها اجريجيشن تجمع. نبدي من البدايه من الادهيجن، حد الان واضح اخوان؟ ماكو سؤال بالشات ما حد كتب شيء؟ واضح، شكرا، تقدر تكمل. طيب البلايتلت ادهيجن، يقول البلايتلت ادهيجن initiate clot formation. اول خطوه اي انسان هسه ينجرح باي مكان، اول خطوه تصير اللي هي platelet adhesion، يعني تجي تتجمع وتلزق تلتصق بمكان الجرح. فاطمه ما لها حس، ايش عجب فاطمه عبد الملك مو موجوده؟ تفتح المايك. توني اجيت، العفو. ها توني اجيت، I was in the middle of something، كنت مشغولة بشي. مو توني سألت عليك قالوا موجوده. توني اجيت، يعني كنت بالاجتماع بس تو اجيت، من بديت تشرح. ها ها بالبليتلتس كايند اوف. تمام. احنا هسه تقريبا ما حكينا شيء، هاي مقدمات كنا نحكي، هسه الزبده مال الموضوع. راح نبدا نحكي بالعمليات الخطوات مال هذا مال تخثر الدم. This sets in motion a series of events that did. قلنا هاي ثلاث خطوات راح تصير. نجي بالخطوة الأولى، أول خطوة بعملية التخثر اللي يسمونها البلايتلت أدهيجن. البلايتلت أدهيجن initiates clot formation. قلنا أول خطوة بعملية clot formation هي البلايتلت أدهيجن. طيب أدهيجن تو منو؟ انتبهوا دائما اسألوا منو وليش وشون. هاي الصفائح مو قلنا تلتصق، طيب وين تلتصق؟ بمكان الجرح. وين بمكان الجرح؟ على جدار، على الجدار مال الفيزل اللي هو سميناه شنو؟ سميناه اكسترا سيلولار ماتريكس، او سميناه سب اندوثيليال اكسترا سيلولار ماتريكس، اختصارها اقول له اي سي ام وخلصنا من السالفه. عادي adhesion to ECM is mediated largely via interaction with BWF اللي هو البون والبراند فاكتور that acting as a bridge between the platelet surface receptors. يعني يقول هذا البون والبراند فاكتور اتفقنا انه هو الكرسي اللي تجي البلايتلتس تقعد عليه. اوكي هسه عرفنا انه اول خطوه انه بس اجي الصفيحات وقعدت على الكراسي، انتهت الخطوه الاولى الالتصاق، لزقت بالكرسي وهاي انتهى الموضوع. طيب الخطوه الثانيه التفعيل الاكتيفيشن، لزقت راح تتفعل. شو ما تتفعل؟ خلينا نشوف شلون تتفعل. اول شيء اتفقنا انه ماكو شيء بالجسم، خلي بالكم اي شيء ماكو شيء بالجسم يشتغل بوحده، ماكو خليه تشتغل بوحدها من يصير عمليه معينه بالجسم، لا هاي الخليه راح تجي تؤدي وظيفتها وانه تفرز مواد مثل السيتوكاين تحفز الخلايا الاخرى انه بتجي. الخلايا الاخرى نفس الشيء راح تجي تؤدي وظيفتها انه تفرز هم محفزات مثل السيتوكاين راح تصيح للخلايا. يعني بالضبط انا اجي اليوم اكمل شغلتي واصيح للي وراي يكملها، ايش راح تشتغل الخلايا. بس البليتلت اكتيفيشن شنو تصير؟ راح هاي نفسها الصفيحات اللي جمعت وقعدت على الكرسي راح تسوي سكريشن اوف بوث جرانيول تايب، يسمونها تايب الفا اند بيتا جرانيول. هاي بيتا ما ادري جاما بيتا
occur soon after adhesion، يعني راح تفرز هاي الحواسيسات الجرانيولز، الجرانيولز اللي هي يسمونها هذا شنو، هذا شنو شغلته؟ خلينا نشوف. يقول the suitable membrane change include an increase in the surface expression of negatively charged phospholipid which provide binding site for both calcium and coagulation factor. هذا حكي شويه مهم ركزوا عليه. احنا قلنا اكثر شيء سميناه في دبليو اف اجت قعدت عليه الصفيحه، هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه الصفيحه نفسها، الصفيحه نفسها راح تبدي تغير في شكلها حتى تستقبل اللي جايين اللي بقيه. احنا مو قلنا الصحه الجماعه تحت يجون، زين هم يجون وين تستقبلهم؟ هي عندها كرسي قاعده عليه اللي هو الفي دبليو اف، قعدت على الكرسي، زين هم وين يقعدون؟ ما راح يجون يقعدون عليها، فلذلك لازم توفر لهم الاجواء المناسبه للاكتساب. شنو الاجواء المناسبه للالتصاق اللي راح تصير؟ اللي راح يجون خلي بالكم اللي راح يجون يلتصقون بها هي شحنتها موجبه، المواد اللي راح تلتصق بها فهي اكيد لازم تكون شحنتها سالبه حتى تلتصق بها تصير تجاذب. فتبدي شو تسوي؟ تصير احفاد عمليات على سطح الصفيحه تغير الشحنه مالتها تسويها نيجاتيف سالب، نيجاتيفلي تشارج فوسفوليبيد، ماشي؟ هاي مواد راح تكون سالبه. شنو فائدة هاي المواد السالبة إذا صارت على السطح مالها؟ which provide binding site for both calcium، الكالسيوم شنو شحنته؟ موجب 2 Ca أس موجب 2 موجب، وهي هاي السالبة راح يجي يلزق بالكالسيوم. والcoagulation factors اللي هي عوامل الخطر نفس الحالة هم تكون موجبة. فهنا أنا هنا هذا الحكي، يعني هاي عامل الاكتيفيشن تنشيط، اكتيفيشن يعني تتنشط يعني تغير شكلها تغير شحنتها تسوي شحنتها سالبه حتى يجي الكالسيوم الموجب، وتجي عوامل التخثر اللي هي الكواجوليشن فاكتورز راح ترتبط. ماشي واضح لحد الان؟ واضح. اوكي هسه حكينا على العمليه الاولى اللي هي مجرد راح تجي وتقعد على الكرسي اللي هو البي دبليو اف بالمكان اللي سميناه اي سي ام اكسترا سيلر ماتريكس. هسه راح نجي هنا للبليتلت اجريجيشن النقطه الاخيره مع التجمع. هسه اجت قعدت ونوبه فرزت هاي الجرانيولز والنوبه غيرت من شكلها سوت تسالب حتى تجمع المواد وجمعت الكالسيوم والتصق بها وجابت الكواجوليشن فاكتورز. طيب الاخيره شنو راح يصير؟ راح يصير اجريجيشن تجمع. يعني شنو التجمع؟ خلينا نشوف. والله يقول aggregation follows platelet adhesion and granule release، يعني الاجريجيشن يصير بعد عمليه الالتصاق وبعد عمليه افراز الجرانيول. اي نعم نعم ندري بالحكي اللي انت وصار. In addition to the ADP platelet synthesized thromboxane A2 which is important stimulus for platelet aggregation. هنا شوية ركز جاي، هنا كل شيء له محفز. هنا المحفز اللي سوى هذا شنو بالخطوه اللي قبلها الاكتيفيشن اللي هي الجرانيول اللي انفرزت الجرانيول هاي الالفا والثانيه الجرانيولز حفزت ان تصير هاي العمليه. هنا الاجريجيشن الخطوه الثالثه مال التجمع من راح يحفز؟ راح تحفزها ماده يسمونها ثرومبوكسين اي 2 ماشي يختصرونها تي اكس اي. هاي الماده هي شنو؟ هاي الماده هي الماده عباره عن محفز تحفز هاي العمليه البليتلت اجريجيشن. يعني هيك اي عمليه تصير بالجسم لازم لها محفز، يعني السياره من تشتغل لازم اكو سويتش يفر هاي يحفز الماكينه يفر هاي يشغل الماكينه، فهاي بالضبط هاي السويتش اللي يخلي العمليه كلها تشتغل. زين هسه عرفنا انه هذا السويتش مالها اللي هو ثرومبوكسين اي 2 اللي يختصرونه تي اكس اي، وكذلك الاي دي بي. هذين الاثنين اللي بالحمر مكتوبات هذين المحفزات مال هاي العمليه. اوكي تحفزت، شنو راح يسمى تتحفز؟ متى تتحفز؟ يقول از بروموتد باي bridging interaction between fibrinogen and GP2B I3. هذا عفوا الاسم ما سالونا عليه، لان هنا اكو ريسبتورات مقسمات بالجسم على الاحرف الابجديه الانجليزيه وعلى الارقام انه بيرجع قسم على احرف. اوكي تبدون تحفظون حفظوا، بس اهم شيء هسه تفهمون الفكره هنا. and receptors on adjacent platelets. طيب هاي شنو راح يصير؟ يقول aggregation is promoted by، يعني يقول راح يصير تفاعلات، راح يصير تفاعلات بين كل جزء منهن. يعني احنا مو عندنا صفيحه فوق صفيحه فوق صفيحه، راح تجي تتجمع ماشي، راح تتجمع
وشين راح يصير بيناتهن؟ راح يربط بيناتهن مادة يسمونها الفايبرينوجين. أوكي هسه راح نشوف شين يصير بيها. يقول ADP and TXA2 اللي هو الثرومبوكسين A2 promote formation of an enlarging platelet aggregation يسمونه primary homocytic blood. شوف هنا أنا شنو عندي؟ هنا صار عندي جزئين. الجزء الأول اللي هو تكون من ثلاث خطوات، اجت التصقت adhesion ماشي، النوبة تفعلها صارت activation عن طريق تغيير الشكل مالها، الشكل السطح مالها والشحنة، وثلاثة صار aggregation تجمع. من صار تجمع، خلوا بالكم هذا الحكي مهم. من صار تجمع هسه اذا اسالكم اقول لكم خلايا، هسه الخلايا اللي هي الصفيحات الدمويه متجمعه، يعني صايره الخطوه الثالثه والامور تمام. اللي يفصل بين صفيحه وبين صفيحه اخرى ما ادري يسمونها الفايبرينوجين. فايبرينوجين اي شيء خلوا بالكم، اي شيء نهايته جين او جين هذا يسمونه غير مفعل بعده. زين من يتفعل الفايبرينوجين راح يصير فايبرين، تنشال الجين منه يصير بس فايبرين. زين هو ما يتفعل، هو شنو الفايبرين؟ الفايبرين هو الياف، اي الياف بالجسم تعطي قوه، تعطي ربط هي والكولاجين مثلا. فهنا أنا من اجي اقول لكم هذا يسمونه بعد فايبرينوجين، تقولوا لي ها معناها ما متفعل ما صاير فايبرين. راح اقول لكم يعني شنو، تقول لي مو هو الفايبرين انت تو قلت انه شغله يربط يقوي، فمعناه الفايبرينوجين هنا أنا تقريبا ما عنده وظيفه، يعني ما سوى صح موجود بين الخلايا، صحيح موجود بين صفيحتين. يعني انا اقول لكم بالضبط مثل ما انا جاي ابني حائط بس ما جاي احط اسمنت بين الطابوق، ماكو شيء جاي يكض، يعني جاي احط بس طابوقه فوق طابوقه، هاي بس اطقها ايش راح يصير بيه؟ راح يطيح الحائط لان يعني ماكو اسمنت لازمهن، جاي تفتهمون شلون؟ فهنا لحد الان لحد هاي الخطوه كملت والامور تمام وكملت خثره، بس هاي الخثره تكون مجرد صفائح مترتبة واحدة فوق الثانية وبيناتهن مادة اللي هي الفايبرينوجين اللي بعده ما متحول صاير فايبرين. طيب شنو يعني؟ يعني هاي الخثرة إذا متبهين يعني أي واحد سيف تنجرح يده، ما تتكون خثرة بالبداية، الخثرة بالبداية بس تحط يدك عليه تنشلع. ليش؟ لأن هذا أكو فايبرينوجين ما أكو فايبرين بعده، يعني هاي يسمونها الخثرة الأولية بعدها ما ناضجة ما كاملة ما صايرة قوية، هاي يسمونها برايمري هوميوستاتيك بلوك. تمام لحد الآن؟ تمام واضح؟ من عنده سؤال لحد الآن؟ ماك سؤال؟ أوكي أنا كمختصر إلهن، أول شيء راح يصير عندي adhesion التصاق، إنه قلنا إنه راح تجي هاي الصفائح وتلتصق بالإكستراسيلولار ماتريكس عن طريق شنو؟ عن طريق كراسي سميناهن اللي هي الفون ويلبراند فاكتور. حد الآن خلصنا من العملية الأولى اللي هي شنو؟ اللي هي الأدهيجن. راح نجي العملية الثانية اللي هي شنو يسمينها activation، تفعيل. راح تفرز granules وهاي الgranules راح تحفزها إنه تغير الشكل مالها، السيرفيس السطح، تسويها negatively charged phospholipid يعني تصير شحنتها سالبة. من شحنتها سالبة راح تجذب العوامل اللي هي coagulant factors وراح تجذب كذلك الكالسيوم. ليش؟ لأن شحنتها موجبة وهي صارت سالبة. زين ثلاثه، الخطوه الثالثه البليتلت اجريجيشن، من اللي يحفز هاي الخطوه انه تبدي؟ مادتين الاي دي بي والثرومبوكسين اي 2. هاي المادتين يعني بس عرفوا اسم الماده، ما مطلوب منكم الثرومبوكسين اي 2 منين متكون وتفاصيل كل شيء هاي بالموضوع، فتعرفون هسه هنا الثرومبوكسين بس اسمه. هذني راح يحفز من اسمه اجريجيشن، يعني راح تلم الصفائح، تلم شي فوق شي كملت. هسه تقول لي لهنا كملت الخثره، اقول لكم لا للاسف ما كملت بعد شي. بعد شنو تقول لي؟ هاي الثلاثه جمعت صفائح والامور تمام. اقول لكم لا، هنا صفائح صح جمعت بس بيناتهن فايبرينوجين. شنو الفايبرينوجين؟ الفايبرينوجين هو عباره عن جزء غير نشط او جزء غير مفعل لماده الفايبرين. طيب هي ماده الفايبرين شنو؟ ماده الفايبرين هي عباره عن الياف قويه تربط تقوي اسناد تنطي، فمعناها فايبرينوجين هذا ما جاي ينطي اسناد، يعني وجوده نفس الشيء حاليا فقط بس بهاي الخطوه. هذا بالمستقبل راح يتحول الى فايبرين حتى يعطيني قوه، بس بهاي الخطوه اللي بعدها ما متحول الى فايبرين، يعني بعد يكون بشكل فايبرينوجين، سميناها برايمري هوميوستاتيك بلوك. ليش سميناها هيك برايمري؟ يعني ابتدائيه، يعني بعد هي خثره اوليه، يعني بس مجرد تطقها بيدك تطيح الخثره. طيب
حتى الآن أوكي. هاي الصورة عندكم هنا أكو فد أمراض معينة، وإحنا بالنسبة لنا ما ركزوا عليهم، بس إحنا يعني إحنا قريناها بيننا وبين نفسنا. هنا عندكم هذا الكرسي اللي سميناه فون والبراند فاكتور اللي راح تقعد عليه الصفية، هذا أكو أمراض يصير خلل بالتخثر، يصير بيها خلل ديفيشنسي ان فون والبراند ديزيز، يعني راح يصير خلل بالفون والبراند فاكتورز، فما راح تجي صفائح ما تلقى كرسي تقعد عليه، فما راح تتكون هاي العملية مال التخثر. أكو لا أكو تختلف، أكو بالعوامل، يعني تجي تقعد على الكرسي بس العوامل اللي تخليها ترتبط سوا يصير بيها نقص، وهكذا. يعني عبارة عن سلسلة من العمليات، أي خلل يصير بهاي السلسلة يؤدي إلى فشل في هذه العملية. ليش؟ لأن هي السلسلة شيء ورا شيء شيء ورا شيء شيء ورا شيء، أي جزء من السلسلة راح تقطعونه راح توقف العملية كلها. طيب هسه نجي this primary aggregation is reversible، أنت reversible يعني تطقها بيدك تطيح. However, with activation of the coagulation cascade، انتبهوا هسه الخطوة الأولى هنا عبارة عن عمليتين. العملية الأولى خلصنا منها اللي قسمناها ثلاثة أجزاء، adhesion أو activation و aggregation، خلصت. هسه العملية الثانية، العملية شنو شغلها؟ مو شغلها إنه أنا عندي أساساً عندي خثرة، والخثرة متكونة، بس العملية الثانية راح تجي تقوي الخثرة، تعطيها قوة. يعني أنا عندي خثرة بس راح تعطيها قوة، يسمونها الكوأجيوليشن كاسكيد، بس شوي راح يحكي عنها. However, with activation of the coagulation cascade اللي هي العملية الأخرى، عملية التقوية، the generation of thrombin راح تتكون مادة اسمها thrombin. أوكي ركزوا، thrombin لا تميزون، لا تخطون بين الثرومبين، ميزوا بيناتهم بين الثرومبين وبين الفايبرين، ركزوا بين الفايبرين وبين الثرومبين. هسه راح نجي شنو الفرق بينهم. Results in two processes that make an irreversible homeostatic blood. يعني راح يجي هذا الثرومبين يقوي الخثرة، خليه irreversible، كانت reversible اعطيها بيدي تطيح، هسه لا تصير قوية ما تنشله. شلون بالله؟ خلينا نسولف. يقول the thrombin، الثرومبين مو الفايبرين، انت ثرومبين تري، الثرومبين binds to platelet surface receptor. هذا عندكم انواع الريسبتورات بين قوسين، ما حاجه يعني تعرفون شنو، بس عرفون انه راح يرتبط بالريسبتور. In association with the ADP and DXA2, this interaction produces further platelet aggregation, platelet contraction follow, creating an irreversible diffuse mass of platelet constituting the definitive secondary homocytic black. اوكي يعني قلنا هذا الثرومبين راح يجي يقوي الخثره، شلون يقوي الخثره؟ شلون يقويها؟ دائما سؤال بالكم، شفتوا عباره يقوي الخثره، سؤال بالكم شلون راح يقوي الخثره؟ راح يقويها عن طريق شغلتين راح يسويها. اول شغله راح يسويها راح يجي، نرجع للقبل، هي هذا الثرومبوكسين اي 2 والاي دي بي، احنا شنو قلنا؟ قلنا يحفزن منه؟ يحفزن الاجريجيشن، التجمع. هذا راح يجي الثرومبين يقول لهم كان هم صاحبكم الثالث، هم شويه اساعدكم، انتم مو جاي تحفزون تخلوني اجمعه، انا هم اساعدكم اخلي اجمع وياكم، فيجي يجمع وياهم، يخلي الصفيحات تتجمع، فبدا راح يصير عندي صفيحات اكثر. طيب هسه انت ما سويت شيء، قالوا لك هسه انت جاي تجمع ويانا، بس احنا جاي نجمع صفيحات، بس صفيحات ضعيفه لان بياناتهم فايبرينوجين، بعد ما متقوي وصاير فايبرين، قال لهم سهله انا اخلوها علي هاي. فشنو يسوي الثرومبين؟ يسوي كفرت، يحول الفايبرينوجين تو فايبرين. الثرومبين هنا راح يجي شغله يحول للفايبرينوجين اللي هو الشغل اللي شغله يكون تقريبا مثبط، اللي هو يكون ان اكتف فورم، معناه شكل غير محفز او غير نشط، راح يحوله الى الفايبرين اللي هو يكون اكتف فورم، شكل نشط. within and about the platelet plug contributing to the over stability of the clot. هاي الشغلتين اللي راح يسويهن، اول شغله راح يخلي التجمع اكثر، وثاني شغله هذا الفايبرينوجين اللي يكون بين الصفيحات هذا ضعيف يكون، يعني لان ما بيحول فايبر. راح يجي الثرومبين، هذا كلش مهم الحكي، انه الثرومبين يحول الفايبرينوجين الى فايبرين. طبعا هو هسه هنا بس هذا اللي ذاكره بالاستاذ، بينما هو عباره عن كلش سلسله معقده من العمليات. بالنتيجه راح الثرومبين يحول فايبرينوجين، انتم ما تحتاجون يعني هاي التفاصيل الدقيقه، انتم
فهموا هسه الفكره الاساسيه، افتهموا شنو الثرومبين، افتهموا شنو الفايبرينوجين. من يجيكم مريض ليش تشوفون ليش ما جاي يصير عنده تخثر؟ احتمال ما عنده فايبرينوجين اساسا بجسمه، او لا احتمال اكو فايبرينوجين بس ما جاي يصير فايبرين، يعني عنده نقص بالثرومبين. هيك يفكروا، افتهموا فهم، افتهموا فهم، وخلوا يشوفوا في بالكم منو يحفز من وياه ويحفز ياهو، حتى من تجون يشخصون يصير تشخيص صحيح، تعرفون شنو جاي يصير. طبعا مو بس بهاي المادة، بأي مواد. فكروا، افتهموا فهم. هسه هذا سمري ملخص. يقول endothelial injury exposes the underlying basement membrane. Platelet adhere، هاي تقريبا نفسها جاي عيد، يقول جاي راح تجي وتلزق وتقعد على الكرسي الى اخره، وانا راح يصير تنشيط activation. وبعدها بعد الاكتيفيشن راح تجي هاي العمليه الاخيره اللي تقوي نفس الحكي. هذا الملخص هنا، هذا الملخص. اذا اجيت وقريته وفهمته معناها هاي انتم فهمتوا الماده. بس نجي للجزء الاخر اللي هو الكواجليشن كاسكيد، اللي هي العمليه اللي شنو راح يصير بيها. راح يصير بيها شلون مثل ما نقول تقويه للخثره. بقى راح اقول لكم شغله ولا تغلسون عليها. كواجليشن كاسكيد، من نخلص المحاضره تلقون فيديو عليه يمكن دقيقه لو دقيقتين. كواجليشن كاسكيد بس باعوله، بس باعوله، بس كتبوا كواجليشن كاسكيد باليوتيوب واي فيديو يطلع لكم. هاي شنو؟ عباره عن سلسله من عمليات، عمليه تحفز عمليه، عمليه بس باعوا شنو يصير بيه. ماشي. احنا هسه خلينا ناخذ ريست، خلينا ناخذ ريست 10 دقائق ربع ساعه وارجع لكم. ماشي. هذا الجزء، هسه الجزء الاول المحاضره، هذا الجزء الثاني لكتشر 2 كوجيليشن كاسكيد، الخطوة الثانية من العملية. يقول the coagulation cascade، هسه هاي قلنا العملية اللي راح تقوي بيها الجسم، اللي راح تقوي بيها الخثرة. أقول لكم السكرين ظل مفتوح غير توا ما انطفى. طبعا، وشفنا جميع الرسائل مع الأسف، وآسفة ما منعنا نفسنا نقرأ لأن ما منعنا لا عادي، نفسنا. شنو درس مع حد وطلابي ذو جير أصلا، ماكو مشكلة. إيه اي ما بس شاء الله حتى ما شو شاء الله. زين الكواجوليشن ما قدرنا نمنع نفسنا نقرا. أنا ما كنت موجودة، وصراحة ما كنت موجودة، كنت قاعد أقلب الأسئلة. عادي عادي عادي، شو صار؟ اي كواجوليشن كاسكيد، كواجوليشن كاسكيد هسه قلنا الخطوة الثانية اللي راح يصير بيها تقوية للخثرة. نشوف شنو يصير بيها. دقيقة. ألو سمعوني؟ طلع اي نسمعك نسمعك. أوكي، خلينا نكمل الكواجوليشن كاسكيد. The coagulation cascade is a successive series of amplifying enzymatic reactions. يعني عملية مكونة من سلسلة متعددة من التفاعلات يسمونها amplifying enzymatic reaction. يعني نرجع التفاعل الأول يحفز التفاعل الثاني يكون اقوى منه، ويحفز التفاعل الثالث يصير امبليفاينج يعني تضخيم. At each step in the process a pro enzyme
is proteolyzed to become an active enzyme, which in turn proteolyzes the next proenzyme in the series. يعني راح يجي انزيم غير نشط يتنشط، من يتنشط يروح شو يسوي؟ ينشط واحد ثاني، والواحد الثاني هم يروح ينشط واحد ثالث. هذا الفيديو اعتقد عاشتي فاطمه توش دزيتي بالجروب. eventually leading to activation of thrombin and form of fibrin. يعني هاي السلسله من العمليات، انا قلت لكم انا الثرومبين مو مضاد يجي كذا الفايبرينوجين ويحول الفايبر، لا هاي النتيجه بس هي عباره عن سلسله من العمليات، عمليات كلش معقده ما مطلوبه منكم تعرفون بس تعرف النتيجه. These components typically are assembled on the phospholipid surface and are held together by interactions that depend on calcium ion. هاي عملية كذا وين تصير؟ أكيد تصير على الفوسفوليبيد سيرفيس اللي مستونا قبل شوي قلنا يكون نيجاتيفلي تشارج سالب الشحنة، أوكي؟ اللي يكون على سطح الصفيحة واللي راح يجذب الكالسيوم أيونز الأيونات الموجبة تنجذب للسالب. ها زين. Once activated ما راح يتنشط هذا، يعني هاي العملية صارت. The coagulation cascade must be tightly restricted to the site of injury to prevent inappropriate and potentially dangerous clotting elsewhere in the vascular tree. معناه انه بنفس الوقت هاي لازم تكون وظيفتها انه مو بس مجرد تحفز، مو بس مجرد تحفز، راح تجي شو تسوي همينه؟ راح تخلي التخثر يصير بس في المنطقه اللي فيها جرح، يعني ما يروح زايد، يعني بس يروح زايد راح يصير عندي تخثر داخلي وراح يصير عندي جلطه، راح تصير اوكي؟ to prevent inappropriate and potential dangerous clotting. Okay. In addition to the restriction of factor activation, the site of exposed phospholipid, there are three categories of natural anticoagulant function to control clotting. يعني اكو ثلاث شغلات انه تمنع انه تكون خثره زايده. شنو هاي الثلاث شغلات انه تمنع تكون زايد الخثره؟ أول شيء الأنتيثرومبين اللي هو مضاد للثرومبين. الثرومبين هو قلنا يحول الفايبرينوجين إلى فايبرين. الأنتيثرومبين هذا هي راح يمنع الثرومبين، فماكو ثرومبين فما راح يتحول الفايبرينوجين إلى فايبرين، فراح تبقى الخثرة ضعيفة ما راح تكمل. عندنا بروتين يسمونها سي وبروتين اس، وما ذكر لكم تفاصيل عليها يعني هسه راح نشوفها. وآخر شيء التشو فاكتور باثوي انهبيتر. تشو فاكتور باثوي انهبيتر هذا اكو عامل يسمونه تيشو فاكتور راح يجي مثبط عليه يسمونه. هذني بس ثلاث نقاط تعرفونهن، هسه راح نحكي شوي عليهم بالتفصيل. الانتي ثرومبين والبروتينات، وهذا الانتي ثرومبين شنو؟ يقول inhibit the activity of thrombin and other serine protease اللي هن الفاكتور الاكس طبعا هو رقم 10 اوكي. اذا رقم عادي يصير اللي هو بالسالب ينطرح مني، يعني هسه شوفوا هاي يقول اي اكس، الاكس هو 10 وصف اي من هنا اللي هو سالب 1 يعتبر 10 ناقص 1، هاي يسمونه عامل رقم 9 خاف ما تعرفونه. هذا بس اكس 10 9 و10 معناها عامل 9، اي دلاله على انه هو عامل، معناها هذا عامل 9 وهذا عامل 10. وهذا شنو؟ هذا الاكس قلنا 10 واللي على اليسرى سالب، بس اذا على اليمنى موجب. يعني هسه هنا هذا الاكس هو عباره عن رقم 10 بصف اي موجب، راح تصير شنو 11. زين نجي لهذا، هذا اكس اللي هو قيمته 10 بصف اي، واي موجب 2 معناها 10 زائد 2 12. هاي هيك تقرونها، معناها العوامل اللي راح تطلع يعني 9 و10 و11 و12. اوكي خاف يجيب لكم شو اسمه اختيارات يا عوامل يشتغل عليهم هذا الانتيثرومبي. مهمات عندي بروتين سي واس، ما ذاكر لكم شيء عليه بس ذاكر لكم نوعهن يسمونه فيتامين كي ديبندنت بروتينز، يعني بروتين يعتمد على فيتامين كي في عمله هذا الشغل ماله. هذا هم يجي عليه مثلا ام سي كيو يقول لكم شنو نوع فيتامين بي ديبندنت، فيتامين كي ديبندنت. هيك خلي بالكم انه هو نوع يكون فيتامين كي ديبندنت، يعني يعتمد في عمله على فيتامين كي. ذات ان اكتيفيت ذا كو فاكتور في اند في 3. الفي هو رقم 5، يعني عامل رقم 5 وعامل رقم 8. اوكي. والاخير اللي هو التشو فاكتور باثوي انهبيتر اللي هو بروتين سكريتد باي اندوثيليوم ذات ان اكتيفيت فاكتور اكس اللي هو ال10 عن تشو فاكتور كومبلكس. خلوا واحد كل
واحد وعليها فاكتور يشتغل، تمام؟ هذا مخطط كلش بهو تفاصيل، يعني عفوا ما مطلوب، بس اطلعوا عادي شوفوا شنو جاي يصير. هنا هذا هم نفس الشيء، هاي سلسلة من العمليات تبدي من فوق، واحد يحفز الثاني اللي هي الكواجيليشن كاسكيد، تنتهي بتكوين منه، تنتهي بتكوين البروثرومبين، يتحول الى ثرومبين، ولو بيرجع الثرومبين بدوره يحول الفايبرينوجين الى فايبرين، ماشي؟ هذا هم يعني ما مطلوب تحفظون هذا الجدول كله. طيب هسه خلصنا من تكوين الخطرة، خلصنا الجزء الأول ماله، خلصنا الجزء الثاني الكوأجوليشن كاسكيد. هسه راح نجي تكونت الخطرة وخلصت ونشف الجرح وتكون، ها هي صار عندي الأمور تمام، رجع لوظيفته. هاي الخطرة ما تبقى، لازم أفلشها، لازم أفلش هاي الخطرة، يعني إذا تبقى داخل الجسم مثلا تسوي تجلط، راح يجي نظام يسمونه فايبرينوليتيك سيستم. شنو هاي الفايبرينوليتيك سيستم؟ الفايبرينوليسيس از لارجلي كاريد اوت باي بلازمين، انتبهوا بلازمين، البلازمين هي الماده اللي راح تعمل على تهديم الخثره، ماشي؟ البلازمين which break down fibrin and interfere with its polymerization. راح تجي تتفاعل ويا الفايبرين، الفايبرين شغله قوي يقوي الخثره، هذا البلازمين راح يفلش الفايبرين. البلازمين لا تخبطون بين الثرومبين والفايبرين والبلازمين، البلازمين راح يفلش الفايبرين، اوكي، وراح يفلش الخثره بالتالي. اوكي، يقول اذا ريزلتنج فايبرين سبليت برودكت، هذني elevated level of FSP اللي هو يسمونه الفايبرين سبليت برودكت كان بي يوز فور. ها هنا أنا شنو هاي شنو شغله؟ من تجون شلون تعرفون شخص، شلون تعرفون شخص جاي يصير عنده تخثر داخل الدم؟ شلون تعرفون جاي يصير عنده؟ هسه مثلا من اجي اقول لكم هذا حائط مفلش، شلون تعرفون حائط مفلش؟ جاي تشوفون مفلش والانقاض طايحه بالقاع، فقلت هاي الانقاض طايحه بالقاع، هاي جايه من الحائط، لان الحائط مفلش. طيب نفس الشيء بالجسم، هنا اذا اكو خثره وجاي تتفلش داخل الجسم، خثره وتتفلش، فشنو راح تتحول؟ راح تتحول الى مواد يسمونها فايبرين سبليت برودكت، معناها انقاض مال فايبرين. فايبرين كان جدار ومبني والامور تمام، فلش تتفلش، صار طابوق انقاض، صار هاي الانقاض من اجي افحص الدم واشوف هاي المواد موجوده اللي هي فايبرين، معناها انه هو شنو؟ انه اكو تخثر جاي يصير بالجسم. اوكي؟ يقول can be used for diagnosing abnormal thrombotic states، هاي مهم الحكي. including disseminated intravascular coagulation deep venous thrombosis، طبعا هاي اي شيء، اي واحد عنده جلطه تودون الفحص، مثلا يسالون الدكتور تقول له شنو هذا الدكتور ابو القلبيه مثلا، يقول شنو الفحص اللي جاي يسوي؟ هذا يسمونه الفايبرين سبليت برودكت، يعني يعرف شنو، يعرف المواد اللي جاي تتدمر من الخطره، فالدليل على انه اكو خطره بالجسم وهاي المواد بتطلع منها. اوكي، البلازمين از جنريتد باي بروتوليسيس اوف بلازمينوجين، اتفقنا انه اي شيء متكون بلازمين ثرومبين. بس احنا شنو قلنا؟ قلنا الفايبرين جاي من ماده اسمها فايبرينوجين، حطوا له او جين بالاخير، او جين. الجينري ثرومبين جاي من ثرومبينوجين، هسه جاي للبلازمين، جاي من البلازمينوجين. اوكي زين، ان ان اكتف بلازما بريكورسر ايذر باي فاكتور 12 اور باي بلازمينوجين اكتيفيترز. هذا بلازمينوجين شلون يتحول بلازمين؟ من اللي هسه هناك شنو قلنا؟ قلنا الفايبرينوجين شلون يتحول فايبرين؟ راح الثرومبين يحوله. طيب هذاك غير موضوع، هنا البلازمينوجين شلون يتحول بلازمين؟ هاي الاشياء حاولوا دائما حتى ما تخلطون بيها، حاولوا تكتبونها كتابه او تسوونها مخطط بيتكم ورقه وقلم. انا بالنسبه لي من جربت ادرس ورقه وقلم، انا من النوع اللي اتعاجز ادرس ورقه وقلم كلش اقوي، بس من جربت هسه هاي السنه بديت ادرس ورقه وقلم كلش فرق، يعني فرق بالتذكر، اتذكر الماده بسرعه، الماده اللي كانت بسرعه اتذكرها. ان ان اكتف بلازما ريكورسر، هاي طبعا هو الماده سواء كتبتوها او قريتوها راح تفهمونها في اللحظه اللي تدرسون بيها، بس تبقى شو من تتذكرونها ورا يومين او ثلاثه. فانا بالنسبه لي مجربها من اكسب، برغم انه انا ما ادرس على كتاب، انا مثلا مو ادرس على كتاب دائما اجي اقول لكم لا انتم لازم تدرسون بالثياب، لا انا من النوع اللي اصلا ما اكتب، بس جربت من اكسب انه الماده تبقى ببالي. فهاي الاشياء ما جاي اقول لكم كتبوا كل الماده، لا، المواد الصعبه مثلا المحاضره الصعبه شوف فيها اول اشياء كتبوها افضل، كتبوها بيدكم او دربوا على الملا، تدربوا على الملا تكتبون،
يعني شو الفائده انه انتم هسه تجون حافظين وتعرفون الماده وتجون تكتبون املاء كلها غلط، ولازم لو جيت تكتبونها غلط تكتب ايتر غلط تشوف ماشي. فدائما خلي ورقه وقلم يمكم، لا تظلون تعتمدون على هذا الايباد والاشياء الالكترونيه والكيبورد. طيب اور باي راح تتحفز عن طريق العامل فاكتور 12 او عن طريق بلازمينوجين اكتيفيترز. شنو هنا البلازمينوجين اكتيفيترز؟ هنا ثلاث انواع، واحد يسمونه تشو تايب بلازمينوجين اكتيفيتر اختصاص تي بي اي، واحد يسمونه يورو كاينيز بلازمينوجين اكتيفيتر يو بي اي، واحد يسمونه ستريبتو كاينيز. اوكي هذين الثلاثه تحفظون اسمائهم وتركزوا لي على الاخير اللي هو يسمونه ستريبتو كاينيز. شنو وظيفته بالضبط هذا الستربتوكينيز؟ الستربتوكينيز هو عباره عن ماده تطلع من البكتيريا، از ا بكتيريال برودكت which is used clinically to lyse clot in some thrombotic disease. يعني هذا الستربتوكينيز هذين الادويه اذا هذول اللي عندهم مثلا جلطه، اوكي اللي عندهم جلطات يعطونهم من هذا الدواء اللي هو الستربتوكينيز. هو الستربتوكينيز ماده تطلع من البكتيريا، يعني يستخرجوها من البكتيريا كدواء. هاي المادة شو تسوي؟ تحفز البلازمينوجين، تحفزه تخليه يصير بلازمين، وإذا صار بلازمين شنو راح يستفاد هالسنة؟ لا البلازمين استفاد منه إنه راح يفلكش الخثرة. فهذول اللي عندهم تجيسرات متخثرة في الجسم يعطونهم من هذا الدواء حتى يحفز البلازمينوجين يصير بلازمين، وبالبلازمين راح يعمل على تدمير الخثرة. To prevent excessive plasmin from lysing thrombi, شنو راح يصير؟ ها يقول بهاي الحالة البلازمين شغله شنو يسوي؟ شغله انه يحلل الخثرة اللي ما اريدها، ما يحلل كل شيء. اوكي يعني هسه البلازمين اكو بلازمين يسمونه فرين، يعني موجود بالدم ماشي. هذا البلازمين اذا تكون داخل الجسم راح شو يسوي؟ راح يضل يفلش شكو شيء، مثلا حتى لو انا ايدي مجروحة ومتخثرة بس يتكون البلازما راح قبل يجي على هاي المنطقة اللي هي بيها جرح ومتخثرة راح يبلش الخطر وترجع ايدي تنزل. شلون اتفادى هاي الحالة؟ هاي الحالة نورمال موجودة بالجسم. اكو مركب يسمونه الفا 2 انتي بلازمين ماشي؟ يتفاعل ويا البلازمين اللي موجود حتى يثبطه. يعني هذا اللي تكون حار دائما، الاشياء اللي تكون حرة وتمشي بالدم لازم اكو مركب ثاني، مو بس البلازمين، اي مادة راح تاخذونها لازم اكو مركب ثاني يرتبط به حتى يقلل من التاثير ماله او السميه مثل ما اسميها، مثل الكالسيوم. الكالسيوم الفري اللي يكون بالدم اذا ارتفعت الريسبتر راح يرتبط ببروتينات معينه، اي ماده طبعا مو بس هذا الكالسيوم. اوكي خليها بارك. endothelial cell further modulate the coagulation anticoagulant balance by releasing plasminogen activator inhibitors. هذا اللي قلت لكم بعدين بالاخير او فوق من ورا ما ناخذ البلازمينوجين. هسه عرفنا شو البلازمينوجين، وعرفنا انه اكو اكتيفيترز يعني محفزات للبلازمينوجين اللي تحولها من البلازمينوجين للبلازمين. فاكو هنا بلازمينوجين اكتيفيتر انهبيتر، يعني شنو اكتيفيتر انهبيتر؟ يعني محفزات مال البلازمينوجين راح اعطيها مثبطات، يعني تثبط عمليه التنشيط، تثبط عمليه التنشيط، يعني ما راح تصير عمليه تنشيط ولا راح يصير بلازمين. اوكي طلاب الو موجودين. الو تسمعوني؟ العفو، يعني هسه الالفا 2 انتي بلازمين هو نفس ال بي اي اي اس، نفس الشغل مالته؟ انت منو؟ اي تقريبا عارفين تقريبا نفس الالفا الشغل، 2 بس انتي هذا شغله بلازمين صحيح. بس هذا شغله وين؟ هذا شغله يكون داخل الدم يعني بيكون بالفري البلازمين. هي طبعا قلت لك هو عده الالفا طرق 2 انه الالفا 2 انتي بلازمين يرتبط بالبلازمين اللي يكون فري موجود يتكون بالدم، يرتبط بيه حتى يثبطه. هنا أنا نفس الشيء، هم عندي بلازمينوجين اكتيفيتر انهبيتر، هم اكو مثبطات اخرى. يعني جاي اقول لك مو بس الالفا 2 انتي بلازمين، اكو مثبطات اخرى بس كاتب لك اكو مثبطات اخرى، يعني ما ذكرت شيء مهم. ما رايح شوي متعمق الموضوع. اوكي شكرا. واضح شكرا. بس هذا الفايبرينوليتيك سيستم شوفوا، هاي عندي بلازمين، عندي بليتلس، راح تجي البلازمين وتفلش هذني. اوكي
السمري ملخص للحكي كله اللي حكيناه هسه هسه شنو عندي هنا؟ هذا هنا شوية موضحة لي اياه بالرسم. يعني شوفوا هسه عندي هذا ركزوا، هذا الاي سي ام اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي راح يكون بكولاجين. طيب هنا انا صار عندي فاز كونستركشن، يعني صار عندي جرح. شوفوا هنا سايت اوف انجري، هذا مكان الجرح. اوكي لحد الان تمام، شنو راح يصير بيه؟ تربي اولا بليتلت فيجن، راح تجي ترتبط بهاي الكراسي اللي سميناها فون والبراند فاكتور. راح يصير الخطوه الثانيه الاكتيفيشن اللي هي تشينج ان شيب او شيب تشينج. اوكي الخطوه الثالثه اللي راح يصير بها اجريجيشن عن طريق الاي تي بي والثرومبوكسين اي 2. اوكي والخطوه الاخيره اللي راح تشتغل الكواجيوليشن كاسكيد اللي هي عمليه التقويه مع الخطره هاي تحت الخطره. اوكي هنا انا هسه هنا اجى شو اسمه اجى الثرومبين واشتغل وحول الفايبرينوجين الى فايبرين. شوف هنا انا كم كانت هنا بس شيء فوق شيء الصفيحات هنا، لا صار بينات هاي المادة الزرقاء اللي هي الفايبرين. هاي المادة الزرقاء شلون قلت لكم شلون من ابن حائط وبدون اسمنت، بس هاي المادة الزرقاء هي السمنت اللي راح يصير بين الطابوق اللي هو الطابوق اقصد هي الصفيحات، فراح تصير اقوى. ثرومبوس اند انتي ثرومبوتيك ايفنت. هنا طبعا اذا صار بها اي مشكله هاي العمليه مثلا بالغلط بدل ما تجي هاي الحكي، مثلا اذا صار اكو خلل بعمليه التخثر بدل ما تجي تتجمع بس هي مو تجي اكو شلون الشبكه تصير تجي تجمع منه تجمع الصفيحات اللي هي مهمه في عمليه التخثر. شوف هسه هنا مرات بالغلط يعني تكض كريات دم حمراء، مرات تكض كريات دم بيضاء هيك فتتجمع، فهاي العمليه حتى ما تكثر وتؤدي الى انسداد في الشريان او الوريد او اي مكان جاي يصير فيه، راح تجي الفايبرينوليتيك سيستم اللي هو يبدي يفلش بالزايد. شوف شيء زايد يفلش ماشي زين. شنو بخان هنكمل هنا هسه راح نجي الثرومبوسز. هسه خلصنا من عمليه تكوين الثرومبوسز، هسه راح نجي شويه نحكي عن اشياء تصير بالخطرات يعني امراض ثرومبوسز. The pathologic counterpart of homeostasis is thrombosis, the formation of blood clot within the intact vessels. The three primary abnormalities that lead to thrombosis formation. هنا باعوا هو ليش اصلا يتكون خطره؟ اساسا ليش تتكون خطره؟ اول شيء اكو عندي جرح كانت خطره هاي النورمال. اثنين اكو ديزيز مثلا ستيسز اور تيوبولنت اوف فلو، يعني هذول اوف بلاد فلو، يعني هذول اللي دائما ما يتحركون ولا يعني ما يبذلون اي جهد او نشاط بدني، دائما سرعتهم تخثر. ليش؟ لان سرعتهم ستيسز ركود. الانسان بس يظل راكد لفتره يعني فتره سنه سنتين 3 سنين راح تبدي تتكون عنده الخطره. ليش؟ لان الدوره الدمويه ما جاي تمشي، هذول خاصه اللي بس قاعدين ما يتحركون ما يشتغلون ما يطلعون، فراح يصير عندهم راح تتكون هذه الخطره عندهم لان الدوره الدمويه ما جاي تمشي، مثل لا جاي يمارسوا رياضه تتحرك الدوره الدمويه ولا شيء. زين الثلاثه بلود هايبر كوجولابيلتي، يعني هذين الكوجوليشن فاكتورز العوامل تكون مرتفعه، يعني مرض وراثي بين قوسين مرض وراثيه اصلا تكون عندهم مرتفعه. هاي احنا مسوي لكم اياها على شكل مخطط، كلكم هاي ثلاثه تؤدي الى تكوين ثرومبوسز. يقول endothelial injury is an important cause of thrombosis. هسه راح نجيهم بالسرعه. اول شيء الجرح injury particularly in the heart and the arteries, thrombi in the cardiac chambers after myocardial infarction. يعني مثلا هذا اللي يسموه myocardial infarction يسمونه اشعه عضله القلب، راح تاخذونه بالتفصيل بالموديول مال سي في اس. شنو راح يصير؟ هذا ما راح يصير شو اسمه دائما يصير عندهم هذا myocardial infarction بعدها يعني ورا فتره راح يصير عندهم thrombosis. ليش؟ لان هم هذول عندهم انجري مكان يعني عضله القلب راح يصير عندهم انجري. فليش دائما هذول عندهم مايكاردين فاكشن يخافون الدكاتره ان سرعتهم جلطات؟ يعني منين تجي الجلطه؟ لانه هو اصلا عنده جرح واكيد يعني هذا انجري راح يكون لي خثره، هاي الخثره راح تبقى وتسوي لي جلطه. Dysfunctional endothelium
هايبرتين جريت امونت اوف بروكو اوجولنت هتيجي مولكيول تشو فاكتور سينثسايز ذس امونت اوف انتي كوجولنت مولكيول. هنا مثلا ادي ديس فانكشنال اندوثيليوم، يعني هو اساسا وراثيا ما جاي يشتغل عدل. يعني شو يسوي؟ احنا يعني احنا ممكن نعمل عمليه توازن بين التحفيز وبين التثبيط. لا، راح يسوي عمليه توازن، راح يزيد مثلا الكواجولنت البرو كواجولنت المحفزات ويقلل الانتي كواجولنت اللي هي المثبطات، فجاي يزيد المحفزات فجاي يصير تخثر حتى لو ماكو انجري مثلا. Turbinates contribute to the arterial and cardiac thrombosis by causing endothelium injury or dysfunction as well as forming of نفس الحكي تقريبا. اوكي، عندي حاله يسمونها الهايبر فيسكوسيتي سيندروم. يعني فيسكوسيتي شنو؟ فيسكوسيتي هي اللزوجه، هايبر فيسكوسيتي معناها يكون لزج. اوكي، يعني شنو لزج؟ يعني لزج يعني مكوناته كبيره، يصير في مكوناته هوايه. اوكي، مثلا هذا البوليستيميا، بوليستيميا شنو يصير بيه؟ يصير بيه الار بي سي عددها كبير، اصلا يجون هذول يكون بشرتهم دائما حمراء، يكونون حمر لان الار بي سي كرات دم الحمراء يكون هواي بالهيموجلوبين، فهنا هذا يكونوا دائما معرضين انه يصير عندهم خطره، لان يكون اصلا دمهم بيلزوجه اكثر من النورمال. increasing resistance to flow and cause vessels stasis، يعني راح يصير لزج دمه وما يمشي بسرعه، فدائما هذول اللي عندهم ايش لازم دائما يتمرنون يحركون روحهم حتى تسري الدوره الدمويه. ماشي، نفس الشيء مثلا اذا عندي سيكل سيل انيميا، هذا السيكل سيل انيميا اصلا الخلايا ما تجي بشكل قرصي، تجي بشكل منجلي، فهاي شكلها منجلي، شيء اللي بيمشي شيء اللي بيمشي لحال ما تكون خفره، فكلش طبيعي. عندهم سيكل سيل انيميا دائما سرعه تخثر، يعني الخلايا شيء تتجمع بشيء وشيء تلزق بشيء، شكلها منجلي تتشابك بيناتها تكون خطره. طلاب وياي بعدكم؟ هسه شوي اروح ما ادري. اي وياك وياك بس شوية نمنا بس وياك الى الابد. اوكي، الهايبر كواجولابيلتي هايبر كواجولابيلتي contributes infrequently to the arterial or intercardiac thrombosis was is important underlying risk factor and alteration. اوكي، هنا ما حاشيكم عنه هواي هذا الموضوع الهايبر كواجولابيلتي، خلوا واجب احكوا لي عنه هذا الموضوع، خلوا واجب يصير شنو علاجه. ماشي، سجلتوه؟ العفو شنو هو الواجب؟ سجل الهايبركواجولابيلتي something شنو هو؟ لا أسمع أكيد، يعني ممكن هذا الواجب تشتكي على الهايبر كوغولابيلتي. كارديوفاسكولار ممكن شنو؟ ممكن مورفولوجي انا هني عسل صراحة. اي يعني الخطرة ممكن تصير بالقلب، الدقة ممكن تصير بالش اسمه، هو اكثر شيء تصير برجلين، برجلين وبالقلب اكثر شيء الجلطة هذا مكان. The size and shape of the thrombus depend on the site and origin of the يعني يقول لك تعتمد على المكان، على المكان اللي يصير فيه الخطرة، على السبب مالها. مثلا artery or cardiac thrombi typically arise at site of endothelial injury or turbulent venous thrombi. ها هاي دائما او مو دائما 90% الاسباب مال الخطره اللي تصير بالشريان او بالقلب سببها يكون injury، ماشي، او يكون turbulence flow، يعني واحد مرتفع ضغطه. بس على الاكثر اللي يصير برجليهم اللي هي بالفينوس، رجلين اللي هي بالفيمورال فين راح تاخذونه بالاندوسكيب، اكثر شيء جاي يصير وين؟ يصير بهذول اللي ما يتحركون، دائما هذول اللي ما يتحركون وساكتين وخلاص
خاصة هذول السنان يصير عندهم تخثر بمنطقة الرجلين، اللي هو في مرض زين شريان وريد العفو يسمونه يسمونه الزين. The thrombi are focally attached to the underlying vascular surface tend to propagate toward the heart. Thus, arterial restenosis direction while venous extend to direction. يقول ان المكان مال اذا وريد شي شغله شغله يرجع دم للقلب، فالوريد اذا صار به خثره فدائما يحاول يرجعها للقلب، يعني احتمال تمشي الخثره من الوريد من الرجلين وترجع وين؟ ترجع للقلب وتسوي جلطه بالقلب. اوكي زين. The propagating motion of thrombus tend to poorly attach therefore هاي الامبولس شنو؟ الامبولس اوكي او يسمونها امبولاي. الامبولاي هاي راح ناخذها بالمحاضره الجايه ان شاء الله في الشهر 6 نحكي المحاضره كلها عنها. الامبولاي هي عباره عن خثره موجوده بمكان وانشلعت من هذا المكان ومشت ولزقت بمكان ثاني. يعني مثلا واحد عنده جلطه بالقلب بس هي اصلا مو بقلبه مكونه برج بالوريد، بس الوريد عبرها ورجعها للقلب وخلاها تصير بالقلب الجلطه. Thrombi can have a grossly cold line of zone. These represent pale platelet and fibrin layer with darker red cell in such as thymus that they are only found. They are basically for each of these. يقول شو اسمه هاي الخثره دائما من تجون تفحصونها شلون تعرفونها انه هي هاي؟ هل هي اصلا الخثره هنا سببها من هذا المكان لو جايه من امبولاي اللي هي مشلوعه جنب غير مكان؟ يقول هنا الخاصيه مالتها انه تكون بها بخطوط من تفحصونها بالمجهر يسمونها لاينز اوف زان، خطوط زان على اسم العالم. ماشي اوكي. هنا شن عندي arterial thrombi are typically lead to platelet activation venous thrombi frequency propagate some distance toward the heart. هاي نفس الحكي قلت لكم انه الارتريال هو شنو الارتر؟ ينقل الدم بعيدا عن القلب من القلب الى الاعضاء. فشنو يسوي اذا صار به خثره؟ الشريان الارتري اذا صار به خثره ينقلها وين يوديها؟ مرات ينقلها يوديها للأعضاء، بينما إذا صارت بالوريد لا، ينقلها وين يرجعها للقلب. على الفكرة مالتي أوكي؟ طيب هذا شوية صحصحوا شوية صحصحوا هنا، هذا الحكي مهم. الخثرة شنو مصيرها؟ صارت خثرة بالجسم وبعدين إلى متى؟ وين راح تروح؟ إلها عدة أشياء تصير ممكن. أول شيء راح ناخذهم بالسرعة هسه هذين الأربعة. أول شيء بروبوجيشن راح يصير. أول شيء بروبوجيشن يعني هي خطرة متكونة والإنسان هامل نفسه ولا يراجع ولا يروح طبيب ويحس بألم ويغلس، يظل تنمو 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 هاي الخطرة تتجمع بيها، راح تحضن بالأثيروسكلروسز سيشن 8 أعتقد، راح تظل تتجمع بيها دهون، تتجمع بيها كوليسترول، تتجمع بيها كريات دم أكثر، تتجمع بيها صفحات أكثر، فتبدي تبدي تكبر الخطرة. من تكبر يسمونها العملية بروبوجيشن، معناها الخطرة جاية تكبر. او لا ما تكبر، ما تبقى مكانها، تكبر تشيلها وتتحرك، يسمونها embolization. Part or all of the thrombus is dislodged and transported elsewhere in the vasculature. يعني احتمال جزء من هذه الخثره ينشلع وتتحرك، او الخثره كلها تنشلع وتتحرك وتروح لغير مكان. هذا اول اثنين. ثالثا dissolution. يعني شنو dissolution؟ يعني تتحلل، يعني راح يقدر الجسم يفلشها من بعده. If a thrombus is a newly formed activation of fibrinolytic factor may lead to rapid shrinkage and complete dissolution. معناها إذا الجسم لا إذا الخطرة تو متكونة والجسم يلحق عليها لا يقدر يفلشها أصلا ولا تسوي له جلطة ولا تسوي شيء. هنا انا بس عايزكم تعرفون النقطة الأخيرة اللي يسمونها organization and recanalization. يعني شنو organization and recanalization؟ خلينا نشوف شنو معناها. هنا هذني الأربعة
أربعة. شوفوا هنا هسه هاي الجزء هذا هنا صاير بي ريسوليوشن. هسه هاي هنا عندي خثرة، هنا أنا بالله فلشت الخثرة ورجع انفتح الشريان أو الوريد أو أي جزء. هنا لا صار بي أورجنايزد أند، يعني شنو خلينا نشوف شنو الفرق. الفرق الأولى اللي هي البروبيجيشن عن الثانية اللي هي الأورجنايزيشن أند ريكانلايزيشن. البروبيجيشن راح ينسد كله هذا باعه، وهذا هسه هنا مسدود كله صار بيه بروبيجيشن متجمع خطره فوق خطره فوق خطره مسدود الشريان كله. هذا لا، الاورجنايزد اند ريكانلايزد راح تتجمع، صح تتكون وتتجمع بس راح تصير على شكل معين، تتشكل على شكل معين ماشي. من هي نفسها هو نفس البروبيجيشن بس من يشكل بشكل معين ما يؤدي الى انسداد كامل، اسميه اورجنايزيشن اند ريكانلايزيشن ماشي. وهذا ملخص سمري للحكي اللي حكيناه. اكو سؤال لحد الان؟ في مواضح؟ ما تعبتكم اليوم بس هي بعد طلع فيها هاي المحاضرة مهمة يعني، وهو بيها اشياء وكلش ركزوا عليه، كلش ركزوا عليه حتى لو انتم من النوع اللي ما تدرسون ولا تبحثون ولا كذا، بس هاي المحاضرة راح تكون بعدين بالاثنين ان شاء الله ماشي. المحاضرة الجاية سيشن 6 إن شاء الله مرتبطة بها تكملة. وشكرا جزيلا لكم.